الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قراءة بالتهجي مع أحكام التجويد لآية 201 وآية 202 من سورة البقرة. وفتحة واه ميم كسرة مي ومي نون سكون مع الإظهار الحلقي ومن، لأن النون هنا بعدها حرف هاء والهاء من حروف الإظهار المجموعة في البيت، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ومنهم، ودايما لما نلاقي النون عليها علامة السكون يبقى نقول ده إظهار حلقي. ومنهم ميم سكون مع الإدغام في الميم المشددة مع الفتح، ومنهم ما، ومنهم ما، وهذا اسمه إدغام مثلين صغير، إدغام مثلين صغير. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمى إدغاما صغيرا يا فتى. ومنهم ما، نون سكون مع الإدغام في الياء المفتوحة، ومن، ومنهم مية، لأن الياء من حروف كلمة ينمو بحروف الإدغام بغنة لما تأتي الياء بعد النون الساكنة أو التنوين، والياء من حروف كلمة ينمو، فهذا اسمه إدغام إيه؟ إدغام بغنة يغني بمقدار حركتين. ومنهم مية، قاف ضمة قو ونفخم القاف يقو، واو سكون مضى طبيعي يقو، ولام ضمة لو يقول. ومنهم من يقول، راء فتحة راء مع التفخيم طبعا حرف الراء لأن الراء هنا مفتوح، باء شدة فتحة ربا، نون فتحة ناء ربنا، ألف مد جائز منفصل يمد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات، ربنا همزة فتحة آ، ألف مد بدل آ، تاء كسرتي آتي، نون فتحة ناء آتنا، ألف سكون مد طبيعي آتنا، فاء كسرة في ياء سكون مد طبيعي في، ويحذف وصلا بسبب التقاء الساكنين يتم التخلص من الايه من حرف المد. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون شمسية لأن اللام هنا معلاش حاجة وبعدها حرف مشد، دال شدة ضمة، دال شدة ضمة في الدو، في الدو نون سكون في الدن، ياء فتحة ياء في الدنيا، ألف سكون مد طبيعي في الدنيا. طيب ممكن نسأل سؤال الآن، لماذا هنا لم نضغم؟ لأن النون، النون هنا ساكنة وبعدها حرف ياء، وقلنا أن حروف كلمة ينمو لما تيجي بعد النون يبدأ اسمه إدغام إيه؟ إدغام بغن. طب ليه ما أضغمناش هنا؟ في الدنيا، يبقى هذه من الكلمات المستثناة، المستثناء إلا إذا كان بكلمات فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تل، دنيا كلمة، دنيا كلمة، صنوان كلمة، بنيان مثل هذه الكلمات، يبقى هنا ما فيش إضغام لأن هذا مستثنى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، حاء فتح حاء، سين فتح ساء حاسا، نون فتح ناء حسنة، تاء تاء فتحتين مع الإدغام في الواو المفتوحة حسنة، و لأن الواو من حروف كلمة ينمو، فاء كسرة فيه ياء سكون مد طبيعي وفي، ويتم التخلص من حرف المد عند الوصل، لكن لو هنافع عليها نقول وفي، إنما في حالة الوصل بنلغي المد ده خالص بسبب التقاء الساكنين. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون كمرية وفي ال، همزة فتحة آ وفي ال آ، ألف سكون مد بدل وفي ال آ، دايما مد البدل لما يجي المد بعد الهمزة في نفس الكلم اسمه مد بدل، يمد يعني ايه مثل المد الطبيعي حركتين فقط ولا نزيد على ذلك. وفي ال آ، خاء كسرة خي وفي الآخي، راء فتحة راء وفي الآخي راء، وهنا ما نبالغش في تفخيم الخاء لأن الخاء هنا مكسور، ما نقولش وفي الآخي وفي الآخي خي، لا وفي الآخي، راء فتحة راء وفي الآخي راء، والراء هنا طبعا مفتوحة ومفخم، تاء كسرتي وفي الآخراتي، حاء فتحة حاء، سين فتحة ساء حساء، نون فتحة ناء حسنة، تاء فتحتين مع الإدغام في الواو المفتوحة حسنة، و لأن الواو من حروف كلمة ينمو، قاف كسرة قي وقي، نون فتحة ناء وقينا، ألف سكون مد طبيعي وقينا، عين فتحة ع، ذال فتحة ذاء عذا، ألف سكون مد طبيعي عذا، باء فتحة باء عذابا، ونخلي بالنا من الذال ما نقولش عذابة لا عذا، عذابا عذابا، مخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا.
همزة وصل لوسط الكلام اللي تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون شمسية لأن معلاش حاجة هي، وبعدها حرف مشد. نون شدة فتحة مع الغنة، وغنة ميما ثم نون شددة، وسمي كل حرف غنة بذ. عذابا ألف سكون مد طبيعي، عذابا راء كسرة ري، عذابا ناري نقف عليها مد عارض للسكون، وقنا عذاب النار. همزة ضم او، واو صفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا، اكنه مش موجود خالص عندنا. لام فتحة لا ولا، الف مد جائز منفصل ولا، نمد بمقدار اربع حركات او خمس حركات. همزة كسرة اي ولا اي، كاف فتحة كا ولا اي كا، لام فتحة لا هاء ضمه له، ميم سكون مع الإظهار الشفوي لهم، لأن الميم عليها علامة السكون، ودايما قلنا الميم الساكنة لها ثلاث أحكام في القرآن، حكم الإضغام لما يجي بعدها ميم زيها، وحكم الإخفاء لما يأتي بعدها حرف باء، أي حرف بعد كده يبقى فيها حكم الإظهار الشفوي. وفي رسم المصحف لما نلاقي عليها علامة السكون اللي هي مثل رأس الحاء الصغيرة يبقى بنقول إظهار شفوي. لهم نون فتحة ناء صاد كسر الصي ناصي ناصي، ما تقولش ناصي نا لا نا نا وليس نا ناصي ناصي. ياء سكون مد طبيعي ناصي، باء ضمتين مع الإدغام في الميم مشددة مع الكسر يبقى نصيب مي، ميم شدة فتحة مع الغنة، ميم ألف سكون مد طبيعي، ميم كاف فتحة كا سين فتحة سا كاسا، باء ضم بو كسبو، واو سكون مد طبيعي كسبو، واو صفر ألف صفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا زي اللي في كلمة أولئك كده، كسبو أولئك لهم نصيب مما كسبوا، واو فتحة وا اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا مع تفخيم اللام لأنها جاءت بعد حرف مفتوح. والله والله ما نقولش وا وا والله لا و والله و و و وليس وا. والله سين فتحة سا راء كسرة ري ساري، ياء سكون مد طبيعي ساري، عين ضم عو سريع، همزة وصل وسط الكلام اللي تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون كمرية حاء فتحة حاء سريع الحي، حاء كسرة حي سريع الحي، سين فتحة سا سريع الحساء، ألف سكون مد طبيعي سريع الحساء، باء كسرة بي سريع الحساب، نقف عليها مد عارض للسكون سريع الحساب. طيب الأحكام اللي عندنا في الآية الكريمة، عندنا هنا إضغام مثلين صغير الميم في الميم، وعندنا هنا إضغام النون في الياء لأن الياء من حروف كلمة يم، إضغام بغن، وعندنا هنا تفخيم الراء لأنها مفتوحة، وعندنا هنا مد جائز منفصل يمد بمقدار إيه؟ بمقدار أربع أو خمس حركات. في إيه كمان من الأحكام عندنا؟ طبعا ديت لام شمسية اللي بعدها ده المشددة ديت، وفي برضو حسنات وإضغام بغنة لوقوع الواو بعد التنوين. وفي الآخيرات هنا بنكسر الخاء مع الإيه؟ الدرجة الأخيرة في التفخيم، ما نبلغش في التفخيم بتاعها، مع التفخيم طبعا حرف الراء لأنه مفتوح. حسنات ونفس الحكم برضو إضغام بغنة. النار فيها حكمين، الحكم الأولاني إضغام النون، إضغام اللام، اللام اللام الشمسية دهية إضغام اللام في النون، وعندنا النون مشددة مع الإيه؟ مع الغن، وطبعا في حالة الوقف بيصير مد عارض للسكون. أولئك ده مد واجب متصل، أولئك مد واجب متصل. لهم الميم هنا في حكم الإظهار الشفوي، نصيب مي إضغام بغنة لوقوع الميم بعد التنوين، والميم من حروف كلمة ينمو، مما الميم الثانية فيها الغنة. سريع الحساب بنقف عليها مد عارض للسكون. طيب نقرأ الآيات مرة تانية. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما
كسبوا والله سريع الحساب. المعنى الإجمالي للآية الكريمة يعني ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقا وعلما نافعا وعملا صالحا وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. وده من الأدعية الجميلة الأدعية الجامعة اللي المؤمن يعني يحرص عليها دائما وأبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الآخرة حسنة يعني الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. واصرف عنا عذاب النار عذاب النار. يبقى هذا من الأدعية إيه، من الأدعية الإيه أو جوامع الأدعية. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يعني أولئك الدعونا بهذا الدعاء ربنا يجعلنا منهم، لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة، والله سريع الحساب سبحانه وتعالى محسن أعمال العباد ومجازيهم عليها أو بها سبحانه جل وعلا. يبقى واجب علينا اننا نكثر ان شاء الله تبارك وتعالى من هذا الدعاء في سجودنا وفي صلاتنا وفي ركوعنا وفي بين الاذان والاقامه، في كل وقت دائما نردد في هذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.